السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة ماس إنرجي. فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيه عن أساسيات الجبر، وهو امتداد لسلسلة التأسيس في القدرات. بنبدأ على طول مباشرة بأول حاجة عندنا النهاردة في أساسيات الجبر، وهي مسائل التعويض المباشر. يعني ايه تعويض مباشر؟ يعني المسألة هتكون عبارة عن مقدار جبري، والمقدار الجبري ده فيه قيمة عددية، عاوزين نعوض بالقيمة العددية دي داخل المقدار الجبري ونطلع قيمته ازاي. يعني انا مثلا لو قلت لك اذا كانت س بيساوي سالب واحد، اوجد قيمة س تربيع ناقص 3 س زائد 5 مثلا. دلوقتي كل اللي علينا مدي لك قيمة س بيساوي سالب واحد، المفروض ان احنا هنعوض بقيمة س داخل المقدار الجبري ده علشان نطلع قيمته. خد بالك من قاعدة الإشارات وانت بتعوض. مباشرة أي سين هتشوفها هتشيلها وتحط مكانها سالب واحد، فتكون المسألة هنا سالب واحد تربيع ناقص تلاتة ضرب سالب واحد زائد خمسة. سالب واحد تربيع يعني سالب واحد ضرب سالب واحد يديني موجب واحد، عشان قاعدة الإشارات طبعا سالب في سالب بموجب. سالب تلاتة ضرب سالب واحد يديك موجب تلاتة، وآدي زائد خمسة زي ما هي. بقت المسألة بتاعتنا واحد زائد تلاتة زائد خمسة يساوي تسعة. مثال آخر، لو قلت لك مثلا إذا كانت سين بيساوي موجب اتنين، أوجد قيمة اتنين سين تربيع ناقص خمسة. كل اللي علينا برضو لما نشوف السين هنشيلها ونحط قيمتها. السين هنا بيساوي موجب اتنين، فهشيل السين وأحط موجب اتنين، يعني هتكون اتنين في اتنين أس اتنين ناقص خمسة. اتنين أس اتنين قيمتها بكام؟ قيمتها بأربعة. أربعة ضرب اتنين يساوي تمانية، تمانية ناقص خمسة يساوي تلاتة. إذا أي مسألة هتشوفها مسألة تعويض مباشر، كل اللي عليك هتشوف القيمة اللي هو مديها لك وتعوض بيها داخل المقدار الجبري. النوع التاني المعادلات. طبعا الجبر هو أصلا المعادلات. أول نوع عندنا من أنواع المعادلات هنتكلم عليه هو معادلات الجمع والطرح. طبعا معادلات الجمع والطرح ببساطة حاول تخلص من العدد اللي مجموع أو مطروح مع المجهول. إزاي الكلام ده؟ يعني مثلا لو قلت لك س زائد 4 بيساوي 9، هي طبعا سميت كلمة معادلة علشان فيها علامة يساوي، فالطرفين دول متعادلين. إيه القيمة اللي تتحط مكان السين هنا عشان تخلي لك الطرف الأيمن كله يساوي الطرف الأيسر؟ طريقة حل المعادلات سهلة وبسيطة، روح على طول على المجهول. المجهول هنا سين، ايه اللي مع سين؟ مع موجب اربعة، حط العكس بتاعها، يعني حط سالب اربعة. وطالما ضفت في احد طرفي المعادلة لازم تضيف في الطرف الاخر، هنضيف هنا كمان سالب اربعة، فدول يروحوا مع بعض، موجب اربعة وسالب اربعة بصفر، يتبقى لك هنا سين تساوي تسعة ناقص اربعة يساوي خمسة. انت كده حليت المعادلة. لو عايز تتحقق من حلك طبعا حط الخمسة هنا كده، هتبقى المسألة خمسة زائد أربعة يساوي تسعة، يبقى أنت حليت صح. معادلات الطرح نفس الكلام. لو قلنا مثلا صاد ناقص سبعة بيساوي سالب تلاتة، دلوقتي المجهول هنا صاد ومعاه سالب سبعة، يعني دي معادلة طرح. فكل اللي هنعمله هنروح للعدد اللي مع المجهول ونحاول نتخلص منه زي ما عملنا في المثال السابق. فهنروح هنا لسالب سبعة ونضيف المعكوس الجمعي لها اللي هو موجب سبعة، وزي ما اتفقنا إذا ضفت في أحد طرفي المعادلة لازم تضيف في الطرف الآخر، يعني هنا كمان موجب سبعة، ودول سالب وموجب مع بعض مع السلامة. يتفضل لي هنا ص تساوي سالب تلاتة زائد سبعة. قاعدة الإشارات، إذا اختلفت الإشارات في عملية الجمع ضع إشارة الكبير وبعد كده اطرح. إشارة الكبير هنا موجب، وسبعة ناقص تلاتة يساوي أربعة. نروح بعد كده للنوع التاني من المعادلات، معادلات الضرب والقسمة. كل اللي علينا في معادلات الضرب والقسمة هنحاول نعمل عكس العملية الحسابية اللي موجودة. ازاي؟ لو قلنا مثلا 2 س بتساوي 16، دي دلوقتي معادلة ضرب لان الس مضروب فيها 2 واحنا عايزين نحل المعادلة، فهتعمل عكس عملية الضرب. عكس عملية الضرب طبعا هي عملية القسمة، تقسم على المعامل اللي مع المجهول. المعامل هنا موجب 2، يبقى هتقسم هنا على 2 وهنا كمان على 2، دول مع السلامة، يبقى س تساوي 16 على 2 تساوي كام؟ تساوي 8. طب لو كانت معادلة قسمة، يعني مثلا لو قلت لك س على 3 بتساوي 9،
برضو ببساطة شديدة جدا كل اللي هنعمله هنحاول نتخلص من التلاتة اللي هي المقام دي بالضرب فيها على طول، اضرب في تلاتة، ولكن خد بالك لما تضرب هنا هتضرب في طرفي المعادلة، يعني هضرب هنا وهضرب هنا. لما اضرب الطرف الاول في تلاتة هتتبقى لي سين لوحدها لان التلاتة هتروح مع التلاتة، ولما اضرب التسعة في تلاتة بيساوي كام؟ بيساوي 27. اذا المسألة بتاعتك كان فيها بسط ومقام، يعني كان فيها كسر مضروب في المجهول، وليكن مثلا 2 على 5 سين تساوي وليكن مثلا 15، وعايز تحل المعادلة دي، دايما خدها قاعدة ثابتة كده، اضرب في عكس الكسر او عكس المعامل. فهنا 2 على 5 على طول اضرب في 5 على 2 خطوة واحدة، وطالما ضربت هنا في 5 على 2 اضرب هنا كمان في 5 على 2، دول يروحوا مع بعض، يبقى سين تساوي 15 ضرب 5 75 على 2. نروح للنوع الثالث، المعادلات ذات الخطوتين. طبعا من اسمها كده واضح ان هي هتتحل في خطوتين. مثال لو قلنا مثلا 2 س ناقص 4 بيساوي 10، وعايزين نطلع قيمة س في المسألة اللي قدامنا. زي ما اتفقنا في النوع الأول اللي هو معادلات الجمع والطرح، هنخلص من عملية الجمع أو الطرح اللي مع المجهول أولا. أنا عندي هنا -4، قلنا هنعمل ايه؟ هنضيف المعكوس لها يعني -4، وطالما ضفت في الطرف الأيمن هتضيف كمان في الطرف الأيسر، دول مع السلامة. ايه اللي هيتبقى هنا؟ 2 س، مش س لوحدها، لا 2 س معاها معامل، تساوي 10 زائد 4 يساوي كام؟ 14. بعد كده بقت مسألة معادلة ضرب عادية، نتخلص بقى من معامل السين باستخدام عملية القسمة، نقسم هنا على 2 وهنا على 2، دول مع السلامة، يبقى سين بيساوي 14 تقسيم 2 يساوي 7. إذا عمليات معادلات ذات الخطوتين بتتحل زي ما احنا شفنا كده في خطوتين اتنين، مرة تتخلص من عملية الجمع والطرح، وبعد كده تتخلص من عملية الضرب أو القسمة. مثال تاني، لو قلنا مثلا -5 ناقص 5 بيساوي 7، كل اللي علينا نعمله ان احنا برضو هنروح لعملية الجمع او الطرح اللي مع المجهول نتخلص منها الاول. -5 هنضيف لها -5 هنا و-5 هنا طالما ضفت في الطرف الايمن، دول مع السلامة، يتبقى لك هنا -5 بتساوي 5 زائد 7 يساوي 12. طب دلوقتي هنعمل ايه؟ كسر بسط ومقام. قلنا عشان تتخلص من الكسر اضرب في معكوسه، فالنص هنا هتروح ضارب في 2 على 1 وهنا كمان في 2 على 1، دول كلهم هيروحوا مع بعض، يتبقى لك س لوحدها تساوي 12 ضرب 2 بيساوي 24 على 1، يعني طبعا 24. نروح للنوع اللي بعد كده، معانا معادلات تحتوي متغيرا في طرفيها. يعني ايه متغيرا في طرفيها؟ لو احنا بصينا للنوع اللي فات ده كان فيه متغير واحد بس في المسألة اهو في الطرف الأيمن، بنفس الكلام كان في المثالين اللي فاتوا او في النوعين اللي فاتوا، برضو كان في متغير واحد في الطرف الايمن، اما حاليا هيكون في متغيرين في المسألة، او متغير في الطرفين اسف. يعني ايه الكلام ده؟ لما نقول مثلا 2 س ناقص 5 بيساوي 3 س زائد 7، اوجد قيمة س. علشان تحل المسألة دي خلي بالك هنعمل ايه، دايما حاول تتخلص من المجهول الاصغر. انت عندك هنا 2 س وهنا 3 س، الاصغر فيهم 2 س، خلاص اديلها المعكوس بتاعها، يعني هنا -2 س وهنا كمان ما تنساش -2 س، دول هيوحشونا مع السلامة، يتبقى لي هنا -5 تساوي 3 س ناقص 2 س، يبقى س واحدة بس زائد 7. دي دلوقتي حاليا معادلة جمع عادية خالص، نتخلص من العدد اللي مع المجهول وهو -7، يبقى هنديله المعكوس بتاعه -7 هنا وسالب 7 هنا، دول مع السلامة، يتبقى لك هنا س تساوي -5 سالب 7. قاعدة الإشارات، إذا تشابهت الإشارات اجمع بنفس الإشارة، يعني -5 وسالب 7 دول يديني -12. نشوف مثال تاني على نفس النوع، برضو معادلة تحتوي متغيرا في طرفيها. لو قلنا مثلا وليكن 6 ص ناقص 12 بيساوي 4 ص، برضو زي ما اتفقنا هنحاول نتخلص من المجهول الأصغر. المجهول الأصغر عندنا هنا في المسألة هو 4 ص، أديله -4 ص هنا وسالب 4 ص هنا، دول مع السلامة خلاص
هيدي، خلي بالك 4 ناقص 4 هنا هيديك 0، اوعى تنسى الصفر. هنا 6 ص ناقص 4 ص يدينا 2 ص، وادي سالب 12. طب وبعدين دي دلوقتي معادلة ذات الخطوتين اهي، النوع اللي لسه واخدينه من شوية، نتخلص مع اللي مجموع او مطروح مع المجهول اللي هو سالب 12، اديله معكوسه يلا، موجب 12 هنا وموجب 12 هنا، دول مع السلامة. يتبقى لك هنا 2 ص تساوي 0 زائد 12 يساوي 12. بعد كده انت عايز قيمة ص لوحدها بكام، اقسم بقى على 2 هنا وعلى 2 هنا، دول هيوحشونا، يبقى ص تساوي 12 على 2 يساوي 6. نروح بعد كده للنوع رقم 5، حل معادلتين في مجهولين. طبعا الاربع انواع اللي فاتوا كنا بنتكلم فيهم على معادلة واحدة، فانت لو عندك مجهول واحد محتاج معادلة واحدة، اما لو عندك مجهولين فانت محتاج معادلتين علشان تحل المجهولين دول. مثال لو قلنا مثلا س ناقص ص بيساوي 2، ادي المعادلة الاولى، والمعادلة التانية وليكن س زائد ص بيساوي 8. دلوقتي عندنا معادلتين هم علشان نقدر نحل المجهولين دول. في نوعين من انواع حل المعادلات، حل المعادلات باستخدام الحذف وحل المعادلات باستخدام التعويض. انا هحل المسألة دي بالطريقتين، والطريقة الاسهل ليك اشتغل بيها. نبدأ الاول بحل المعادلتين دول باستخدام طريقة الحذف. الحذف يعني تجمع او تطرح المعادلتين مع بعض بحيث انك تحذف احد المجهولين. فانا هكتب المعادلة الاولى اللي هي س ناقص ص بيساوي 2، والمعادلة التانية اللي هي س زائد ص بيساوي 8 تحت بعض بالشكل ده. وباستخدام عملية الجمع هجمع المعادلتين مع بعض، فسالب ص وموجب ص يروحوا مع بعض، ويتبقى لك هنا س زائد س يعني 2 س تساوي 2 زائد 8 يساوي كام؟ يساوي 10. بعد كده هنتخلص من المعامل بالتقسيم على 2 هنا على 2 هنا، 2 و2 يروحوا مع بعض 2 تقسيم 2، يتبقى لي هنا س بتساوي 5. انت كده جبت قيمة س تحطها في احد المعادلتين دول عشان تحصل على قيمة ص. يلا نعوض بقيمة س مثلا في المعادلة التانية، يبقى هنا 5 زائد ص بتساوي 8. وبعدين زي ما خدنا في طريقة حل المعادلات، حط هنا سالب 5 وهنا سالب 5، دول يروحوا، يبقى ص تساوي 8 ناقص 5 يساوي 3. إذا مجموعة حل المعادلة بتاعتك دي طلعت قيمتين أهي، قيمة ل س تساوي 5 وقيمة ص تساوي 3. الطريقة دي يا شباب هي طريقة الحذف. نروح للطريقة التانية وهي طريقة التعويض. التعويض ده يعني إيه؟ يعني بتعوض بأحد المعادلات داخل المعادلة التانية. فلو احنا شفنا المعادلة رقم 1 اللي هي س ناقص ص بتساوي 2، ونقلنا الصاد دي الناحية التانية، يعني خلينا المسألة س تساوي 2 زائد ص. اللي عملناه دلوقتي احنا عملنا الطرف س يساوي، يعني شلنا مقدار 2 زائد ص وهنعوض بيه هنا في المعادلة التانية. يعني كل س هتقابلك في المعادلة دي اللي هي المعادلة رقم 2، شيلها وحط بدلها 2 زائد ص. المعادلة التانية هي س زائد ص بيساوي 8. يلا زي ما اتفقنا شيل س وحط 2 زائد ص، بقت المسألة 2 زائد ص زائد ص يساوي 8. كل اللي احنا عملناه شيلنا س وحطينا قيمتها. بعد كده يجمع ص زائد ص يساوي كام؟ يساوي 2 ص. وما تنساش معاك 2 هنا اهي، بتساوي 8. حل المعادلة دي حل عادي جدا، سالب 2 هنا وسالب 2 هنا، دول مع السلامة، بقت المسألة 2 ص بتساوي 8 ناقص 2 يساوي 6. بعد كده اقسم على 2 هنا وعلى 2 هنا، دول يروحوا، يبقى ص تساوي 3. جبت قيمة ص بتساوي 3، خدها عوض بيها في المعادلة اللي فوق، ده معناه ان س يساوي 2 زائد، وشيل الصاد وحط القيمة اللي انت طلعتها، 2 زائد 3 يبقى س تساوي 5. طبعا لو لاحظنا الحلين باستخدام الحذف وباستخدام التعويض طبعا لازم يطلعوا نفس الإجابة، لأن احنا عندنا إجابة واحدة بس للمسألة اللي فيها مجهولين. نروح للنوع الأخير معانا النهاردة، وهو نوع المعادلات الأسية. يعني ايه معادلات أسية؟ يعني معادلات تحتوي على أس. وطبعا كلمة معادلات أسية لازم تبقى عارف القاعدة اللي احنا هنشتغل عليها في كل المسائل، اللي هي لو كان الأساس يساوي الأساس، ده معناه إن الأس يساوي الأس.
تعالى ناخد مثال ونشوف هنحل ازاي. يعني مثلا لو قلنا 2 أس س بيساوي 8، وعايزين نحل قيمة المعادلة دي علشان نطلع قيمة المجهول س، كل اللي علينا نحاول نخلي الأساس زي الأساس. في المسألة الأولى الأساس هنا 2، اكتبه زي ما هو، أدي 2 أس س بيساوي، حاول على قد ما تقدر تخلي العدد 8 يساوي 2. ازاي تخليه يساوي 2؟ ببساطة شديدة ممكن تكتبه 2 أس 3، لأن 2 ضرب 2 ضرب 2 يساوي 8. مجرد إنك خليت الأساس يساوي الأساس، امشي على القاعدة دي على طول، يبقى الأس بيساوي الأس. بما إن 2 بيساوي 2 يبقى الأس عندي س يساوي 3. دي طبعا معادلة بسيطة جدا. طب لو المعادلة كانت شوية مركبة، يعني لو قلنا مثلا 3 أس 3 س زائد 1 بيساوي 27، نفس الكلام. علشان تحل المعادلة الأسية اللي عندك لازم تخلي الأساس يساوي الأساس. اكتب الطرف الأيمن زي ما هو، 3 أس 3 س زائد 1 بيساوي، حاول تخلي 27 3، فبسهولة ممكن تخليها 3 أس 3، لأن برضو 3 ضرب 3 ضرب 3 يساوي 27. مجرد إنك خليت الأساس يساوي الأساس، إذا مباشرة الأس يساوي الأس، يبقى 3 س زائد 1 بيساوي موجب 3. بعد كده تحل المعادلة دي بطريقة حل المعادلات اللي احنا أخدناها، حل معادلة عادية جدا. أدي 3 س زائد 1 بيساوي 3، بإضافة تمام سالب 1 هنا سالب 1 هنا، دول مع السلامة، يتبقى لك هنا 3 س بيساوي 2. طب انت عاوز قيمة س لوحدها، اقسم على المعامل، يبقى هنا تقسيم 3 وهنا تقسيم 3، دول هيوحشونا، يبقى س بيساوي 2 على 3. طيب إذا كانت المعادلة تحتوي على جذر، يعني أنا ضميت المعادلات الجذرية للمعادلات الأسية، لأن في الغالب وجود الجذر هيخليك تربع علشان تتخلص منه. أي مسألة يا شباب هتلاقي فيها علامة الجذر التربيعي عشان تتخلص من الجذر التربيعي ده، ربع الطرفين. مثال لو قلنا مثلا وليكن جذر س ناقص 3 بيساوي 5، أوجد قيمة س اللي تحقق حل المعادلة دي. علشان نتخلص من الجذر خدها قاعدة ثابتة، ربع الطرفين. علشان أحل المسألة دي هكتب اهوت بتربيع الطرفين. لما تربع الطرفين مباشرة الجذر هينتهي خلاص، يبقى س ناقص 3 تساوي ربع الطرف الأيسر هو كمان 5 أس 2. ده معناه إن س ناقص 3 بيساوي 25. بقت معادلة عادية جدا، حط بقى موجب 3 هنا وموجب 3 هنا، ودول مع السلامة، يبقى س بيساوي 28. نشوف مثال آخر. لو قلنا مثلا وليكن جذر 2 س ناقص 6 زائد 2 تساوي 4. خلي بالك هنا في هنا عدد مجموع خارج الجذر. بداية في المعادلات الجذرية لو في عدد مجموع أو مطروح خارج الجذر لازم تخلص منه هو الأول. أخلص من موجب 2 إزاي؟ إديها معكوسها، سالب 2 هنا وسالب 2 هنا، دول مع السلامة، يتبقى لك هنا الجذر التربيعي بتاع 2 س ناقص 6 بيساوي 4 ناقص 2 يساوي 2. بعد كده تبدأ بقى تشتغل على تربيع الطرفين علشان تبدأ تتخلص من الجذر دون. فلما تربع الطرفين هيتبقى لك هنا 2 س ناقص 6، خلاص الجذر انتهى، بيساوي 2 تربيع بيساوي كام؟ بيساوي 4. بعد كده حل معادلة ذات الخطوتين عادية جدا، موجب 6 هنا وموجب 6 هنا، دول هيوحشونا، يبقى 2 س تساوي 4 زائد 6 يساوي 10. بعد كده تقسيم 2 هنا تقسيم 2 هنا، دول مع السلامة، يبقى س تساوي 5. نروح بعد كده المعلومتين هنختم بيهم الفيديو بتاعنا النهاردة. المعلومة الأولى كيف يمكن فك قوس وعليه علامة تربيع من فوق، زي مثلا س زائد 3 الكل تربيع. ركز معايا في اللي هقوله واحفظه كويس جدا. هنعمل مربع الأول الإشارة كما هي، الأول في التاني في 2 زائد مربع الأخير. إزاي الكلام ده؟ مربع الأول يعني س في س بس تربيع، الإشارة اللي بينهم كما هي، الأول في التاني في 2 يعني س ضرب 3، 3 س، 3 س في 2 يساوي 6 س، زائد مربع الأخير 3 ضرب 3 يساوي 9. مثال تاني لو قلنا مثلا، ناخد مثال بقى بإشارة مختلفة. لو قلنا س ناقص 5 الكل تربيع، كيف يمكن فك القوس دون؟ ركز معايا بنفس الطريقة، مربع الأول س في س بس تربيع، الإشارة اللي بينهم، الأول في التاني في 2 س ضرب 5، 5 س،
في 2 يساوي 10 س زائد مربع الأخير 5 في 5 ب25. نروح للمعلومة التانية، هي معلومة تحليل الفرق بين مربعين، معلومة في منتهى الأهمية. لو قلنا مثلا س تربيع ناقص س تربيع، إزاي بنحلل المقدار ده؟ بمنتهى السهولة بنعمل قوسين مختلفين الإشارة، واحد سالب وواحد موجب. بعد كده س تربيع دي نحط س هنا وس هنا، ص تربيع حط ص هنا وص هنا. فين بنحتاج المسائل اللي هي فيها فك قوس تربيع؟ بص معايا كده مسألة من المسائل المشهورة، لما يجي يقول لك 999 الكل تربيع ناقص واحد تربيع، مسألة زي كده علشان خاطر تفكها باستخدام عملية الضرب هتاخد منك وقت طويل جدا، إنما لو طبقت عليها قانون الفرق بين مربعين هتحلها بمنتهى السهولة. بص معايا، اتفقنا واحنا بنحل فرق بين مربعين قوسين، واحد سالب وواحد موجب. العدد الأول التربيع نكتبه من غير تربيع، يبقى 999 هنا و999 هنا. بعد كده الواحد مرة هنا ومرة هنا، بقت المسألة 999 ناقص واحد يعني 998 ضرب 999 زائد واحد يساوي 1000. بعد كده الثلاث أصفار ينزلوا، واضرب 998 ضرب واحد ب998، وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا منه. استنوني إن شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم على بعض المسائل المهمة الواردة بخصوص موضوعات الجبر. ومتنساش بقى تعمل لنا لايك واشتراك للقناة، ودمتم جميعا بخير.